كان على هذا الرقي. وانا مع الدكتور ماجد النهارده قلت كل واحد بيفتح الجورنال كل يوم الصبح اسمع واقرا حاجات عن البلد غير مضيئه. يعني انا بتمنى الناس اللي بتكتب عن مصر حاجات غير مضيئه تيجي تشوف في جامعه كفر الشيخ حاجه مضيئه فعلا تخلينا كلنا نفخر ببلدنا ان فعلا ممكن يحصل فيها انجاز بالشكل اللي انا شفته النهارده. وانا على فكره مؤمن بالاشخاص. الشخص القادر على الانجاز ممكن يغير حاجات كتير جدا. وانا دايما بقول ان مفيش حاجه اسمها لا ما عنديش امكانيات اطلاقا. الشخص بيعمل الامكانيات. وانا بصراحه النهارده شفت الدكتور ماجد ازاي قدر يخلي الجامعه دي حاجه نفخر بيها كلنا. فانا سعيد ان في مصر في هرم جديد هو الهرم جامعه كفر الشيخ. الحاجه الثانيه